خلاص لا مش بالضروره يا كابتن شريف تكون بروفا للمباراه الهامه يوم 27 مباراه كاس مصر. جيب بروفا للمدير الفني. مدير فني ما شاء الله عارف ان هو معاه فرقه مش هتهزه قوي اللي هي زرقاء لونهم عملوا مجهود كبير فعلا. ابو محمد الكارته ده والراجل حارس المرمى اللي كان واقف ابو ريه قد مباراة طلعت بتاع فرقه الزرقاء الحقيقه عملوا قدام النادي الاهلي مباراه كبيره جدا. هو في عامل التوفيق وعدم التوفيق في اي مباراه في اي شكل بيديك الاسبقيه في الاعصاب بيديك الاسبقيه في الملعب في الباص بتاع بيلعبوا ناقصين كمان هم كان لاعب يعني دي كمان مخليك مستريحه نفسيا وانت بتتفرج على كل العناصر اللي بتبقى موجوده اليوم ده. بيقول لك الاهلي ما كانش كويس الاهلي ما كانش يعني هو مش هو ده الاداء اللي يعني اللي انتوا بتدوروا عليه دلوقتي. دي التجربه اللي قبل مباراه الزمالك زي ما حشيش قال وانتوا قلتوا لا ده في تلتين الفرقه مش موجود تسعه مش موجودين يعني بتتكلم على محمد هاني بتتكلم ايمن اشرف علي معلول عمرو السوليه ديانج شحات قفشه اجاييه مروان يعني دول كل دول ما بداوش بالظبط ده تيم كامل. وعايز اقول لكم محمد هاني ان شاء الله هيلعب ماتش ان شاء الله باذن الله يعني انا بطمن الجماهير يعني نديهم بقى الحاجات الايه قول لنا بقى البوزيتيف بقى الحاجات اللي هي كهرباء جاهز ان شاء الله ان شاء الله يعني خلينا بقى نتكلم على الامكانيات اللي احنا كنا بندور عليها العوامل الفنيه والفرديه اللي تقدر تحقق لك خيال الفوز.